كبيرة قوي ده نرارة. اعملوا لايك يا سويس. كبسة كبيرة قوي ده نرارة. الأحباء والأعزاء في كل مكان، مشاهدي ومتابعي قناة دول السويس، الملوخية الخضراء بالجمبري سبق وعملناها لكم بطريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش دسم. لا، أنا النهاردة بعملها بقى بطريقة الشيف أحمد شعرة. أحمد بيه شعرة. مساء الفل، عشان خلاص إحنا إيه في آخر النهار أهو. حبيبي إزيك يا عم أحمد؟ أنت قلت لي أنا عايز، عندي مفاجأة ليك. اتفضل. أنا النهاردة بعمل ملوخية الطريقة بتاعتي. احنا عملنا الطريقة البسيطة للناس الجمال المصري. عشان المعدة وعشان نحافظ عليه. ما فيهاش أي دسم. طبعًا. احنا طبعا معانا الملوخيه بتاعتنا، معانا الجمبري المتقشر طالع العرق بتاعه يا جماعه، دي حاجه مهمه جدا. تمام. فلفل احمر ثوم ني، بصل، طماطم. اول خطوه عم احمد اعملها في الملوخيه. وطبعا دي مفاجاه لكل جمهوري وحبايبي، انا هاخد شويه جمبري كده. تمام. وهنزل في الملوخيه بتاعتي غير السليم جمبري مفروم. مع التقليه. الله ينور يا عم احمد، ما شاء الله عليك. جمبري مفروض. تمام. طبعا يا عم احمد، انا طبعا بمسي على كل الجمهور الجميل العظيم اللي طبعا كل يوم بيزورنا ناس جميله، وكان عندي امبارح الاستاذ محمد حمدي من القاهره، الاستاذ محمد حمدي شركه مخصوص وعمل شغل عندك. عمل عندك ايه يا ابو حميد؟ امبارح عملنا عمبر مقلي. تمام. وسهليه مشويه كانت، كان عايز حاجات تانية بس السوق كان فاضي امبارح. وخدنا، اللهم صل على سيدنا النبي، خد هو جمبري من السوق. تمام. المهم التحية والتقدير ليك يا استاذ محمد حمدي من المعادي، محب قناة جوار السويس. جميلة جدا، وطبعا كل اللي بينورنا والله يا جماعة، تحس كده ان الناس اللي بتتفرج علينا عيلة، عيلة واحدة والله، تحس كده ان هم اهل الجد وناس جميلة. كان عندي ناس النهاردة، استاذ ايهاب وبعض الناس الجميلة يعني. وبرضه في قناة الحمد لله بادرة قنوات، في قناة سجلت معاك. النهارده طبعا بعد اذنك طبعا يا عم احمد، لان ده احترام ليك طبعا، وقناة دوار السويس. قناة اسمها قناة الوطن الكويتية. تمام. صورت معايا. تمام. تمام. يعني بداية خير ان شاء الله. يا حبيبي يا عم احمد الله. باذن الله النجومية جاية باذن الله. النجومية موجودة يا عم احمد، الجمهور العريق الجميل. بالظبط كده. احنا هنتابع مع بعض يا جماعة كل الخطوات. الخطوه الثانيه على الحل بقى. شيف احمد، خدنا التحضيره والمكونات، هنبدا في اول خطوات العمل. شويه زيت. تمام. صوت كده عايز ايه؟ هون البصل تقريبا، معلقه زبده. معلقه زبده صغيره ان شاء الله. عم احمد في المستقبل يا شيف حازم شعر ان شاء الله. ربنا، لا ربنا يديه الاول مركز، وجنب المركز يبقى شوفوا شيف في فندق اعلام ان شاء الله. حازم ابن الشيف احمد شعره يا جماعه، بس هو احلى من احمد شويه يا جماعه. دي كده خلاص. هتنزل البصله المفريه. معلقه حازم. طبعا الطريقه دي مختلفه عن الطرق الثانيه. ما احنا كل، بص هنوعد الجمهور كل فترة نقدم طرق، طريقة من طرق الملوخية إن شاء الله. إن شاء الله المرة الجاية تبقى طريقة ملوخية بحاجة تاني إن شاء الله. مش هنقول دلوقتي على رغبة برضك جمهورنا العظيم إن شاء الله. إن شاء الله زي ما وعدناكم يا جماعة، هتبقى سلسلة من طبخات وطرق طهي الملوخية بعدة طرق. خدنا الطريقة السهلة اللي هي ما فيهاش أي دسم، والنهاردة بناخد طريقة جديدة بتسبيكة البصل والدمعة والطماطم. بسرعة يا عم احمد، وبعدين بناخد خطوة الثوم بتاعتنا. هتخلي الثوم مع، هيبقى هنا نسبة ثوم، وهنعمل حاجة بقى جديدة بتاعتنا النهاردة اللي احنا قلناها. فرمنا الجمبري النهاردة يا عم احمد بفضل الله عز وجل. انا هنا يا عم احمد غالي مية عشان جوات انجاز. عشان تنجز. عشان جوات انجاز. يقول الراجل راجع من الشغل ولا حاجه جعان كده، انا عايزه. درجه تسويه البصله، وننزل بيه الجمبري يا جماعه يتشوح عشان ياخد طعم الزبده والبصل. خلي
كده كده ما بياخدش طلع مهما ما بيلف على طول. من اشهى الاكلات اللي بتستوي بسرعه الجمبري يا جماعه. كابوريا يا عم احمد برضه. الكابوريا والشيكال والسابوزا كل ما يعني اي حاجه في الدنيا ما قشريات جميله ما فيهاش دم دايما في صغيره. ما شفت بقى جمال الجمبري مع الزبده عامل مع البصله عامل شغل وهنشوف الدرجه اللي فيها هنضيف الخطوه التاليه تمام. هننزل بحبايه طماطم واحده مع فلفل احمر الوان يا جماعه. الطماطم بدات تسبك يا ابو حميد. على كمون كده خفيف على معنى سيكت شطه سيكت. وفي فلفل اسود. حط فلفل اسود. حط فلفل اسود. ايه موضوع قبليه يا عم احمد؟ انا بحب ايه وما بحبش. بص الريحه غيرت. شعرات ملح برضه. اخد شعرات ملح واخد مكعب ماجي هنا. اتسبكت وبقت ريحه روعه. طبعا انا واقفها شويه يا راجل وانت بتنتظر ان الميه تغلي. بالمناسبه عمال ان شاء الله كده على خدنا الشوط ده على ما تتسبك. ما شاء الله كده خلاص كده تمام. تنزل بالميه المغليه مقدار الكيس بس. بتغلي يا جماعه. طبعا انا هاكل كده يا عم احمد عشان تتكمل في بعضها. دي الخطوه اللي جنب الخطوه الثانيه زيت. بتعمل الطشه. بعمل الطشه بس يا احمد الناس قالت لك نسيت حاجه مهمه. اللي هي يا عم احمد الشهقه. منشا يا عم احمد منشا. وريني قلب لي كده وريني الجمبري كده والحلاوه. ايوه اللهم صل على النبي. ريحه يا عم احمد اللهم صل على سيدنا النبي. كل مره عندي طريقه ان شاء الله. اقعد نوعدكم بعده طرق لعمل ملوخيه الملوخيه بكذا وكذا ان شاء الله. ناخد نصين التوم النايين دول يا عم احمد. نحط التوم النايه لازم. وننزل بالملوخيه. اللهم صل على سيدنا النبي. توكل على الله. واحنا بتستوي بعد ما تقلب قبل ما تغلي وهي بتغلي ناخد ايه؟ التومه وطشه التومه. كده بس يا عم احمد من بعضها كده. بتفكها من بعضها. وريني القوام بتاع الملوخيه كده. جميل جميل. هنبدا في الخطوه الثانيه. احنا حطينا شويه زيت للتومه المفروم الجمبري المفروم. هتنزله بعد التومه. برافو. حاجه ولا اطعم ولا اشعم. حاجة ولا أطعم ولا أشعة ما شاء الله بإذن الله. قول إن شاء الله اللي يجربها يكتب تعليقاته إن شاء الله. أنا هاخد دلوقتي يا عم أحمد صدمة الجمبري. صدمة الجمبري في التومة يا جماعة. عليها فلفل ألوان. أيوة كده قول لي كده. بس الحته البسيطه دي تمام. وبعد كده خش بالكزبره. ناخد صدمه كده. الجمبري زي ما انت عارف يا عم احمد ما بياخدش وقت. حاجه ما شاء الله. نزل التعسيره بتاعته بس. كزبره. هيستوي بس شويه يا عم احمد. النهارده يا عم احمد يبقى طبق ملوخيه غير عادي. بإذن الله يا جماعة جربوها بالطريقة دي وإن شاء الله مش هتندموا.
والله العظيم ثلاثة. هاخد رش مرة بس. رشة ملح بإيه؟ بالكزبرة. بهارات. معلقة كبيرة من الثوم برضو. الملوخية بتحب الثوم قوي. مرة كمان بس الزبون. هاخد معاها طبعا ثوم زيت برضه خفيفة عشان يحصل ايه؟ كاسر. قول الكزبره. كتر الكزبره. عينيا يا عم احمد. حلوه الكزبره مع التومه تبقى حاجه روعه يا جماعه. والملوخية كل ما بتقعد كل ما بتتماسك ما شاء الله بتتقل يعني ما شاء الله كده يا جماعة خلصت. قال يا عم احمد الملوخية بتاعتي يعتبر مش ملوخية بالجمبري بس، يعتبر ملوخية بفتافية الجمبري. انا هاخد معلقة كده. تمام. حبايبي اللي واقفين دول دوقهم. انا عايز عيد سعيد طبعا بعد طيب بس بعد الشباب اللي واقف يتفرج ده لو سمحت هم اولى الاول يتفرجوا طبعا اللي هيبقوا رايك يا حبيبي. بسم الله. طبعا الشباب كان واقف يتفرج فلازم من حضر القسم ايه لازم يدوق ده يا جماعه. عيد بقى عيد بقى سعيد سعيد يا جماعه. دي ملوخيه بايه؟ دوق يا عيد قول رايك بامانه يا عيد عشان خاطري. تعال بص لي هنا ما شاء الله. الله حاجة جميلة. شوف احمد شعرة ولا عشان حبيبك؟ لا لا والله لا لا لا. طب نسأل الولد الصغير. لا والله ما شاء الله يعني شوف احمد ادي الحبيب الصغير ده. انا ايه رأيك؟ 100 100 دي شدتك وانت ماشي قلت لما شم الريحة اتفرج صح؟ بأمانة ايوه حبيبي. وبرضه والله ما نعرفه يا جماعة. شباب شباب زي الفل ما تخافش هيكل يلا. صح عافية. قول لي برأيك بقى لما تاكل وشك كده ارفع الطاقية كده. ايه رايك؟ انتوا كنتوا معديين عادي ولا في مش انتوا معدي عادي؟ الريحه اللي جابتك؟ صحة وعافية يا حبيبي. عم احمد ده انا عملت له اعلان للبن. اعمل لي بقى للمنتج طبعا الاستاذ هو انت محتاج عبد الرحمن استاذ عبد الرحمن اللي هو صاحب ابو عمار المزين. احمد عايز ذواقه الملوخية. ذوق الملوخية. ايه رايك؟ تعالى يا حاج. تعالى دوب يا حاج. ليه؟ ايه رايك؟ ما شاء الله الله اكبر. لا إيه؟ بسم الله طعم الله. جميل وفريد ها؟ دوق يا احمد. لا مش قادر والله ولا لا دوق يا احمد شعر حاضر انا بجيلهم بجيلهم اسماعيليه عشان اكل عنده. بذمتك دي بقى الاولانيه؟ دي لا عشان مش سبكه و بص يا عم احمد صل على النبي عليه الصلاه والسلام. لو انا عملت دي من اول مره ممكن يقول لك طب فين الطريقه البسيطه؟ احنا عملنا البسيطه نبدا ببسيطه وعملنا دي وهنعمل الاعلى ان شاء الله. هنعمل الاعلى بس بالبل بال يلا مع تحيات جواهر السويس الباشمهندس احمد عبد المقصود. كنت بتقول حاجه القوام عاجبك قوي. انت عارف لو مدنا حلوه بقى يا عم احمد؟ صلاه النبي والله. يلا بينا احنا بنصلي على النبي كده على النبي. يلا حط تمام صلى الله عليه وسلم. وصدقني لو مدنا بتطلع جميله ما شاء الله ولا اسوء. ودايما مع شيف احمد شعره. تمام يا ابو حميد.